بيتكوين 19300 دولار امريكي. خلينا نقول لك انه البيتكوين سيعيد اختبار الدعم عند 18000 دولار امريكي الوارد في الحلقه الماضيه، لكن السؤال الاهم بامر الله بعد اختبار هذا الدعم، هل سيكون هنالك ارتداد وما مدى هذا الارتداد، ام سيكون هنالك استكمال لعمليه الهبوط؟ راح اشارك معاك في حلقه اليوم ايضا اغرب طريقه وصلتني لحساب القاع. كما ذكرت في الحلقة السابقة أن البيتكوين سيعود لاختبار هذا الدعم، وأيضا ذكرت أن الدعم بزاوية يتغير كل يوم حسب يوم الالتقاء، وراح أحط لك رابط الحلقة أعلى الشاشة. وأيضا ذكرت أني راح أحدث بشكل يومي على التليجرام هذه الأسعار لأنها تتغير يومي بشكل يومي، فراح أحدثها على قناة التليجرام العامة، وفعلا هذا ما سويناه، فلذلك حياك الله في قناة التليجرام العامة، راح أحط لك رابطها أعلى الشاشة. على أي حال، لازلت أعتقد أننا سنعود لاختبار هذا الدعم سواء كانت المدة طويلة أم قصيرة. على أي حال، جايك نوفمبر وجايك الفدرالي مرة ثانية، فالأمر لا مفر من بأمر الله تعالى، فلازلت أعتقد أننا سنعود لاختبار هذا الدعم بأمر الله تعالى. وإذا عملنا هولد لهذا الدعم وحافظنا عليه، فممكن يكون هنالك ارتداد، لكن لن يكون له تأثير كبير بتغيير الترند، وسنوضح حجم هذا الارتداد عند حدوثه بأمر الله. وإذا لم نعمل هولد على هذا الدعم وكسرناه، فبعد ذلك نأتي للدعوم المختلفة اللي هي في مراحل 17000 دولار أمريكي. وزي ما قلت، هذه الخطوط بزاوية، فراح أحدث أرقامها في التليجرام بشكل يومي بأمر الله تعالى. الأمر الآخر، أرى أن الكثير من الناس عندهم استياء من ناحية البيتكوين، أو من ناحية أني أشوف أن البيتكوين ما هو رايح حاليا ل70000 دولار أمريكي أو هذه الأرقام العالية. فبكل بساطة، إذا أنت تشوف البيتكوين رايح ل70000 دولار أمريكي في ظل الأوضاع الحالية اللي إحنا فيها، أنا ما راح أكلمك بمصطلحات اقتصادية وسياسية وأعطيك معطيات، لا. إذا أنت تشوف الوضع حوالينا العالم الآن يسمح لبيتكوين أنه يروح ل70000 دولار أمريكي، ومتحسف أنك ما اشتريت، عادي، خذ راحتك، اشتري، الله يوفقنا وإياك. بالنسبة لنا بأمر الله تعالى، DCA بشكل جدا خفيف من دون استعجال، لأن نسبة الهبوط لا زالت عالية. لو تفكر فترة ما هي بعيدة جدا، كان البيتكوين 35000 وقالوا بلوران، بعدين نزلنا 30000 وقالوا بلوران، 28000 وقالوا بلوران، وقبل عدة أسابيع، يعني فترة جدا جدا قريبة، كان البيتكوين يتأرجح ما بين 20-22000 دولار أمريكي. اليوم إحنا ما إحنا قادرين نخترق 20000 دولار أمريكي. فهل أنت تشوف الحركة السعرية ضعيفة أم قوية؟ انت من وجهة نظرك او من رؤيتك. فهذا اللي حبيت احدثه بخصوص تشارت البيتكوين. الان ننتقل الى موضوع القاع. وصل معي احد الاخوان في السناب شات، الاستاذ محمد السيب، وقال لي عندي طريقة لحساب القاع، فقلت له تواصل معي على التليجرام. عادة اذا كان الموديل او كان اي طريقة احنا نستعملها غير مبنية على اسس ومنطقيات، انا ما اخذها بعين الاعتبار، لكن خلاني اخذ هذا الشيء كنوع من الاثارة انه فعلا طريقة حسابه للقاع تتماشى مع القاع المتوقع. لازم اول شيء تعرف انه رقم واحد، صعب انه احد يحدد لك القاف وهي القمه او القاع، لكن نحاول حسب المعطيات الحاليه وعلى حسب التحليلات اللي انا ذكرتها في حلقات سابقه، تقدر ترجع لها، سياسيه، اقتصاديه، تقنيه، فان حسب الوضع الحالي والمعطيات الحاليه، القاع المحتمل بامر الله سبحانه وتعالى هو ما بين 9 الى 13000 دولار امريكي للبيتكوين الواحد. اذا تغيرت هذه المعطيات، حصل معجزه، تغير الاقتصاد، صارت امور اخرى وتغيرت المعطيات، فهذا الكلام كله غير صحيح. لكن على حسب المعطيات الحالية احنا نقول هذا هو القاع المحتمل بأمر الله تعالى. في فكرة او في الموديل اللي قدمه الاخ محمد السيب، طبعا كله يعتمد على معدلات بالنسبة للـ ATH ولا بالنسبة للقمم والقيعان، لانه ما في فترة من الزمن ما كانت البيانات كثيرة متوفرة، لكن خليها نراجعها بشكل سريع مع بعض. بس قبل ما نبدأ، هذا الموديل لا تأخذه بأي جدية، هو مجرد حبيت أشاركه معك لأنه كان فيه نوع من الإثارة بالنسبة لي، لأنه النتيجة اللي فيه تتماشى مع النتيجة اللي إحنا طلعنا فيها قبل كده. في عام 2011 كان أعلى سعر للبيتكوين أفريج أو معدل 17 دولار أمريكي. لو قسمناه على الثابت هذا إحنا راح نسميه الثابت، لو قسمناه على الثابت هذا راح يطلع لنا اللو أو القاع حق 2011 اللي هو 2.4. هذا الثابت في كل مرة راح ننقص منه 0.5، فيصير من 7 6.5 6 5.5. لو جينا العام 2013، القمة 1167 دولار أمريكي، لو قسمناها على 6.5 راح يعطينا القاع اللي في 2015 179 دولار أمريكي. لو جينا عام 2017، القمة 19666 دولار أمريكي، لو قسمناها على 6 راح يعطينا القاع اللي في 2018 3277 دولار أمريكي معدل.
القيمة في عام 2021 69,000 دولار أمريكي، لو قسمناها على 5.5 أو 5.5 راح يطلع لنا 12,545 دولار أمريكي، وهذا يكون موجود في الرينج اللي احنا تكلمنا عنه قبل كذا. حبيت أن أشارك هذه معكم معلومة كنوع من تغيير الأجواء، كنوع من تغيير كنوع من الإثارة في الوقت الحالي اللي فيه السعر ثابت. أتمنى للجميع يوم جميل، لا تنسون أن والدين من دعاكم. بالنسبة للتحديثات للدعوم والمقاومات وأرقام أخرى راح تلاقيها كلها في التليجرام والقناة في التليجرام مثبت في أول تعليق أسفل هذا الفيديو، وراح نتواصل مع بعض دائما من الحلقة هذه إلى الحلقة القادمة بإذن الله، راح أكون بشكل يومي على التليجرام. لا تنسوا دعم هذه القناة بالمشاركة والإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات والاشتراك. أتمنى لكم يوم جميل، لا تنسون أن والدين من دعاكم. أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، في أمان الله.